السيدة زينب هي مرقد وفكرة، هذه الفكرة ممكن أن تنتهك في أي مكان، ممكن أن تنتهك في حلب اللي إحنا واللي هي حلب معروفة هي مدينة سنية، وإحنا قمنا بإنزال داخل مدينة حلب من أجل حماية هؤلاء الناس الذين رفضوا هذه التنظيمات التكفيرية ومهددون بالقتل، مهددون بالسبي. بالنتيجة أنه في كل انتهاك هو انتهاك لحرم آل محمد، وهذا أكيد غير مقبول.